بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدعو كل زملائي إن إحنا بكرة نكون في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة عند المنصة. أرجوكم لازم بكرة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله نكون كلنا موجودين في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة عند المنصة بعد صلاة الجمعة بإذن الله. إن شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة هنتقابل في المنصة عشان نقف وقفة لفلسطين وشعب فلسطين اللي شايف العذاب كله وشايف الافتراء اللي موجود. هنتضامن مع شعب فلسطين بكرة إن شاء الله في المنصة بعد صلاة الظهر. مساء الخير يا جماعة. في الظروف الصعبة والبشعة والعصيبة اللي بيمروا بيها أخواتنا وأهلنا في فلسطين، أقل حاجة ممكن نعملها لهم إن احنا نحتاج وندعمهم، ولازم كمان ندعم مصر، ندعم بلدنا وندعم القيادة السياسية عشان نحافظ على الأمن القومي بتاعنا. تعالوا ننزل بكرة عند المنصة بعد صلاة الظهر ونقف وقفة احتجاجية ونبين للعالم كله ان احنا رافضين اللي بيحصل ده وان احنا لينا صوت. دعم القضية الفلسطينية، إن شاء الله بكرة نتجمع عند النصب التذكاري في مدينة نصر بعد صلاة الجمعة. داعمين القضية الفلسطينية، رافضين كل الانتهاكات اللي بتحصل في حق الشعب الفلسطيني، وداعمين كل القرارات السيادية السياسية المصرية. فلسطين حرة. Free Palestine. مساء الخير عليكم. إن شاء الله بكرة عند المنصة عند النصب التذكاري للجندي المجهول في وقفة تضامنا مع أهلنا في غزة، تضامنا مع القضية الفلسطينية. أتمنى أشوفكم بكرة إن شاء الله. تحياتي. رجاء من الشعب المصري كله، إن شاء الله كلنا واقفين وقفة عند المنصة لدعم القضية الفلسطينية، وقفة لأهل غزة، ربنا ينصرهم يا رب. غدا بإذن الله بعد صلاة الجمعة على المنصة في مدينة نصر، كلنا فداء لفلسطين، الله يحميكم. كلنا بنودين العمليات الإرهابية الإسرائيلية الغاشمة. كلنا طبعا متأثرين باللي بيحصل في غزة وأهل غزة وأهل فلسطين والضفة. كلنا متضايقين علشان الأطفال العزل والنساء والشيوخ اللي بيموتوا. عايزين كلنا نقف بكرة إن شاء الله عند المنصة في مدينة نصر ونظهر للعالم كله إن هما بيصدروا لهم إعلام مزيف، ومش عايزين يظهروا قدامهم إن هما سفاحين. عايزين كلنا نقف ايد واحدة ونقول لا للإرهاب، لا للسفح الإسرائيلي. ربنا ينصر أهل غزة ويثبتهم، وإن شاء الله الحال يستقر بإذن الله. السلام عليكم. أنا عمري ما عملت فيديو ليه علاقة بالسياسة، وحتى الفيديو ده ملوش علاقة بالسياسة، ده ليه علاقة بالإنسان البني آدم. الأرواح اللي عملت تروح مننا في غزة بافتراء وظلم. أنا شخصيا بعلم من هنا، وده أقل حاجة ممكن أعملها، وللأسف مش لاقي حاجة أكبر من كده أعملها. أنا بعلم من هنا دلوقتي إن أنا بكرة إن شاء الله موجود في المنصة بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية مع أهلنا وإخواتنا وأولادنا في غزة، وبعلن موقفي الواضح الصريح من تأييد ودعم للقيادة السياسية في أي إجراء يتاخد، أي إجراء. وإن شاء الله منصورين بإذن الله يا أهل غزة. السلام عليكم. مستنيكم بكرة إن شاء الله علشان بندعم القضية الفلسطينية. طبعا بكرة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله في المنصة مدينة نصر، كلنا بندعم القضية الفلسطينية، الشعب المصري كله مع شعب فلسطين، وان شاء الله باذن الله تعدي على خير، وان شاء الله احنا قدها واحنا ابطال، وكل الشعب المصري مع اهل فلسطين ان شاء الله بكره بعد صلاه الجمعه ان شاء الله في مدينه نصر. كل شعب مصر بكره بعد صلاه الجمعه في مدينه نصر عند المنصه، كلنا وراء سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم غزه وفلسطين، وباذن الله النصر لاهل فلسطين. وأمر الله كلنا بعد صلاة الجمعة عند المنصة، كلنا ورا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلنا ورا منك أهل مصر كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا
كلنا عارفين اللي بيحصل وبيدور في غزة، ومحاولة إبادة شعب كامل، ومحاولة إنهاء القضية الفلسطينية، والوقفة اللي كل الشعوب العربية عاملاها وخاصة مصر، والرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية. أنا بدعو كشخصية عامة، قضية مهمة للشأن العربي والشأن المصري والشأن الفلسطيني، كل الناس للنزول والتعبير عن حالة الرفض الشعب العربي كله عاملها في كذا مكان، عاملين الاحتجاج والوقوف والتنديد بما يحدث في غزة. من ضمن هذه الأماكن اللي الناس هتنزل فيها ومنعهم من النزول نصب التذكاري للجندي المجهول في حرب أكتوبر في مدينة نصر. أنا نازل وبدعو كل الناس المقيمين حواليها للنزول والوقوف والاحتجاج والوقوف أيضا خلف القيادة السياسية. ليس هناك قرار سياسي، ليس وراءه شعب، احنا كلنا نازلين عشان نقول ان احنا القرار السياسي كلنا موافقين عليه، لن تحدث تصفية للقضية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بكرة ابقى موجود عند المنصة واقف في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الخنازير اليهود. فاتمنى ان شاء الله كل الناس الرياضيين غير الرياضيين يبقوا موجودين. اقل حاجة نقدمها للشعب الفلسطيني، واهم حاجة نقدمها ضد الخنازير ان شاء الله. في ظل طبعا حالة غليان كبيرة بتحصل في الشارع المصري، ودايما بشوف ان الرياضة والرياضيين تحديدا عندهم دور كبير جدا. غليان طبعا بسبب الاحداث الاخيرة اللي بتحصل مع اخواتنا في فلسطين، ولذلك انا شايف ان بكرة ان شاء الله باذن الله لازم يكون لنا وقفة كلنا كرياضيين نعبر بيها عن حالة الغضب. جزء كبير من دورك المجتمعي كعنصر من العناصر الفاعلة في البلد دي، يبقى عندك رأي وتعبر عن هذا الرأي، رفض كل ما يحدث في فلسطين الحبيبة. عزي نفسنا وكل اخواتنا الفلسطينيين في الشهداء اللي سقطوا في الايام اللي فاتت، ان شاء الله موجودين معاكم في وقفة تضامنية مع اخواتنا في فلسطين، وفي فلسطين ان شاء الله الحرة اللي جاية ان شاء الله بإرادتنا وبإرادة كل المسلمين والعرب كلهم إن شاء الله. سنينكم بكرة في المنصة بعد صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما العالم كله شاف اللي بيحصل في فلسطين من تخريب وتدمير وقتل أطفال ونساء وشيوخ، حتى المستشفيات ما رحمهاش، ومع ذلك الإعلام الغربي مش ساكت وبس، ده بيأزر العدو غاشم، بيأزر عدو ما عندوش رحمة ولا ضمير، وهيجيب الرحمة منين إذا كان تاريخه كله كده؟ لكن اللي بنسمعهم حتى من الأطفال اللي موجودة في فلسطين واللي باقية في فلسطين في الوقت الحالي قبل نسائها وشيوخها ورجالها، بيقول إن النصر لينا بإذن الله، كلنا وراك وكلنا معاك، وكل مصري وكل عربي معاك يا فلسطين، تفضل فلسطين حرة أبية، وأرض فلسطين ومقدساتها كلها بإذن الله رجع لأهلها، رجع لناسها بإذن الله. معاكم يا فلسطين، وإن شاء الرحمن بإذن الله كل مصري وكل عربي معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بكرة بعد صلاة الجمعة أمام المنصة في مدينة نصر، إن شاء الله ندعو كل الرياضيين إن ينزلوا تضامنهم مع شعب غزة الحبيب وشعب فلسطين للمآسي والمجازر اللي بتحصل الفترة اللي فاتت دي. إن شاء الله بإذن الله نصر الله قريبا بإذن الله. عاشت فلسطين حرة، وشعب مصر معاكم قلبا وقلبا، دي أقل حاجة ممكن نقدمها لشعب فلسطين الحبيب. يا ريت كلنا بكرة نشارك بعد صلاة الجمعة تضامنا مع غزة وإخواتنا في فلسطين أمام المنصة في مدينة نصر، كلنا مع فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد كلنا في حالة حزن كبيرة جدا جدا في الأيام الأخيرة من اللي احنا بنشوفه والأحداث اللي احنا بنشوفها، كم الظلم طبعا اللي بيتعرض ليه طبعا اخواتنا في فلسطين. فمن هنا كدورنا كرياضيين ان احنا بكره بندعو كل الرياضيين، مش لعيبه كره القدم فقط، كل الالعاب، ان بكره ان شاء الله باذن الله نقف وقفه على الاقل نوصل صوتنا ونحسس اخواتنا في فلسطين ان احنا كلنا معاهم وكلنا مساندينهم. فان شاء الله باذن الله بكره بعد صلاه الجمعه عند المنصه عند استاد القاهره، ان شاء الله باذن الله كل رياضي مصر يكونوا متواجدين، كلنا نكون متواجدين ايدينا في ايدين بعض. اي حد عايز يكون موجود معانا اهلا وسهلا يبقى موجود، يدعم القضية الفلسطينية ويدعم اخواتنا في فلسطين، وكلنا بنقول لكل اخواتنا في فلسطين احنا موجودين معاكم. فان شاء الله باذن الله اتمنى بكرة بعد صلاة الجمعة ان على الاقل دي اقل حاجة نقدر نعملها ليهم، ان احنا نوصل صوتنا، ان احنا نقول لهم احنا مساندينكم، ان احنا معاكم، ان احنا داعمين ليكم، لان دي يمكن ابسط حاجه ممكن نعملها لاخواتنا الفلسطينيين. ان شاء الله باذن الله
بدعو كل رياضيين واي حد حابب يكون متواجد معانا ان شاء الله عند المنصة في صلاح سالم بكرة بعد صلاة الجمعة، ان شاء الله نبقى واقفين نوصل صوتنا، ودي اقل حاجة ان احنا نعملها لاخواتنا في فلسطين. السلام عليكم. اولا طبعا احنا في الفترة الاخيرة شفنا الاحداث المؤلمة والحزينة لشعب فلسطين ودولة فلسطين من ضحايا اطفال ونساء وشعب لدولة فلسطين. علشان كده احنا عاملين وقفة لكل الراضيين ان شاء الله بكرة يوم الجمعة عند المنصة عند استاد القاهرة قصاد استاد القاهرة لكل الرياضيين كرة القدم وجميع الألعاب. يا ريت جميع الألعاب الرياضيين يبقوا متواجدين لدعم شعب فلسطين ودولة فلسطين والقضية الفلسطينية. احنا معاكم وبندعمكم، وإن شاء الله بقول لدولة فلسطين والنصر اللي من عند الله ونصر قريب وربنا معاكم واحنا واقفين كلنا معاكم. أشوفكم إن شاء الله كلكم في الوقفة بكرة إن شاء الله لكل الراضيين وكل الناس في المنصة إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس كلها عندها حالة غليان وحالة استياء وحالة عدم رضا من اللي بيحصل اليومين دول او في التوقيت ده من المعتاد الاسرائيلي على ارض فلسطين الحبيبة. وانا من هنا بدعو كل رياضيين مصر وكل يعني الاعلام او الناس اللي هي مؤثرة ولها كلمة ومحبوبة في كل مكان إن هي تبقى موجودة بكرة إن شاء الله الساعة 1 الظهر عند المنصة في مدينة نصر، عشان يعني يبقى في وقفة للتعبير عن الغضب والرفض للي بيحصل دلوقتي على أرض غزة، والتنديد بالأسلوب المقبول من الشعب الإسرائيلي. ان شاء الله بكره بدعو كل الناس خاصه الرياضيين انهم يكونوا موجودين عشان نقدر نوصل صوتنا ونوصل وجهه نظرنا للعالم كله، والعالم كله يشوف ان احنا غير راضيين بالمره على اللي بيحصل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم عارفين كويس جدا الامور القاسيه والصعبه جدا اللي بيمر بيها شقائنا في فلسطين، عشان كده بدعوكم بقوه النزول بعد صلاة الجمعة أمام المنصة. بكرر تاني، بعد صلاة الجمعة أمام المنصة نكون كلنا موجودين لدعم القضية الفلسطينية، وكلكم عارفين الأمور الصعبة جدا من استهداف نساء وأطفال ورجال، علشان كده لازم كلنا نبقى موجودين وبكثافة وعددنا كبير جدا وضخم. كمان بننزل لسبب مهم جدا لنا كلنا اللي بنقول لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا كلنا معاك وفي قراراتك وفي ظهرك وبندعمك بكل قوة، وكمان بندعم جيشنا العظيم في كل قراراته واحنا موجودين برضو للدعم والمساندة. علشان كده بدعوكم تكون موجودين بكرة كلنا رياضيين فنانين مثقفين جميع فئات الشعب تكون موجودة لدعم القضية الفلسطينية ودعم قراراتنا وقرارات رئيسنا وجيشنا. أتمنى الكل يبقى موجود. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل الرياضيين المصريين على مختلف لعبتهم، احنا بكرة بعد صلاة الجمعة عند المنصة هنتجمع كلنا وقفة احتجاجية على العمل المشين الحيواني اللي عملته القوات العدو مع أهلنا في غزة، والعبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ. وده عمل طبعا يعني أثبتت فيه القيادة السياسية بتاعتنا على حسن إدراكها للموقف وحسن تفكيرها، عشان كده احنا طبعا واقفين مع قيادتنا واقفين مع شعبنا وبنساند وبنآزر إخواننا الفلسطينيين ضد هذا العمل الوحشي. استنيكم إن شاء الله عند المنصة بعد صلاة الجمعة. بكرة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة هنتجمع كلنا إعلام رياضي نجوم رياضيين كل نجوم مصر كل المحبين
دعما للقضية الفلسطينية، وأكيد كلنا مع أخواننا الفلسطينيين وضد كل اللي بيحصل في غزة، وأكيد كل ده منزلنا ما هو لدعم للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كلنا وراه وفي ظهره وخلفه إن شاء الله حتى تعود الأمة العربية كلها إيد واحدة إن شاء الله. بكرة بعد صلاة الجمعة عند المنصة مستنيكم، مستنيين كل النجوم.